وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من بيت لحم محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا وسهلا بك أستاذي على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، يعني تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بأن مرحلة الهجمات الشديدة والمكثفة قد انتهت، وبأن الجيش أو إسرائيل على استعداد، نتنياهو مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي. ما هو الدافع وراء هذه التصريحات وما هي توقعات منها؟ نعم، تحياتي. أعتقد أن كل ما يقوم به نتنياهو حاليا هو جزء من التكتيك لكسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، على اعتبار أنه يراهن على عودة الحليف الاستراتيجي ترامب، لما يؤمن به ترامب بالأبعاد حتى الأبعاد الدينية. نحن نعيش فترة حقيقة هي فترة صعود الداعشية في نظام الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار بأنه من يسمون بالمتدينين وبالأفكار الدينية والصهيونية الدينية هم من يرتقون إلى سدة الحكم ويصنعون القرار. نتنياهو بهذه التصريحات هو يحاول امتصاص جزء يسير من المجتمع الإسرائيلي، ولكن بالتأكيد وجوده بقطاع غزة هو في حالة من التوهان حتى اللحظة، لا يوجد هنالك رؤية واضحة، وهذا هو أحد أسباب استدامة هذه الحرب، عدم وجود استراتيجية بين أضلاع نظام الحكم في دولة الاحتلال، بحيث يتطلع نتنياهو بتصريحاته على قيام إدارة مدنية في قطاع غزة، على أن تكون هنالك شراكة من المجتمع المحلي الفلسطيني، وهذا من المستحيل. يعني واضح تماما كل تجارب الاحتلال الإسرائيلي مع كل المسميات من الإدارة المدنية وغيرها من روابط القرى وغيرها. أستاذ محمد، هذا ما يعني نود الحديث عنه بالتفصيل، ما المقصود بالإدارة المدنية مع الفلسطينيين وتصريحات نتنياهو وتأكيده بأن يعني لن يكون هناك إعادة احتلال لقطاع غزة؟ هل من الممكن أن يكون هناك إدارة مدنية، وما المقصود بها، وكيف من الممكن أن يكون شكل هذه الإدارة؟ نعم، هذه التعبيرات هي حالة من التحايل على القوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة التي لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 67، وهي تصفها بأنها حتى اللحظة هي أراضي متنازع عليها ولا تعترف بأي ولاية أو سيطرة إسرائيلية ذات علاقة بأي أحقية في الأراضي المحتلة عام 67، وبالتالي هو يريد أن يهرب من هذا الاستحقاق أو هذه الجزئية القانونية، على اعتبار أن لا احتلال لقطاع غزة، بالعكس احنا بنعمل إدارة مدنية ونعتمد على بعض الدول العربية لكي تمول هذا الحكم وتمول الإعمار. يعني هو كل هذا الخراب والإبادة الجماعية يريد من العرب أن يعودوا ويدفعوا أثمان الحروب التي يخوضها نتنياهو بكل هذا الاستسهال، يفكر بهذه الطريقة. ولكن يعني بعض الشركاء في الحكم مثل حتى جالنت هو لا يريد ذلك، يريد سيطرة على بعض المناطق للحد من أي إمكانية مستقبلية لأي هجمات فلسطينية حسب تعبيره ووصفه، بينما يذهب سموتريتش لرؤية أخرى في قطاع غزة وهي الاحتلال الكامل لقطاع غزة وإعادة المستوطنات والبناء وحكم قطاع غزة بشكل كامل. إذن هنالك رؤى يعني مختلفة ومتعددة، وهذا هو أحد أسباب يعني استدامة هذه الحرب، عدم وجود استراتيجية وبيع الأوهام والتكتيك لمراحل أكثر عمقا واستراتيجيا على أمل إعادة استنساخ ترامب مرة أخرى على رأس الإدارة الأمريكية، وأيضا في محاولة لكسب الوقت لعل وعسى يعتقد نتنياهو أنه يستطيع أن يحقق شيء يعيد صورته أمام المجتمع المحلي ويزيد من حظوظه بالفوز بانتخابات قادمة، خاصة أن كل استطلاعات الرأي من بداية الحرب حتى هذه اللحظة هي تؤشر إلى تراجع كبير في شعبية حزب الليكود تحديدا الذي يقوده نتنياهو. نعم أستاذ محمد، ما الذي يريده اليوم نتنياهو أيضا من الضفة الغربية؟ هناك ما هو يعني حدث خطير، انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة، في المقابل هناك اقتحامات كبيرة وهناك أيضا اعتقالات بالإضافة إلى إعدام للفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء كان في طول كرم أو حتى في قلقيلية وغيرها من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. ما التوقعات لما يجري اليوم في الضفة الغربية؟ يعني هنالك جرائم تشيب لها الرؤوس في الضفة الغربية،
من تحديدا جيش الاحتلال والمستوطنين. هنالك روايات عزيزتي داخل زنازين الاحتلال يرويها بعض المحاميين ممن قدر لهم زيارات، لأنه ممنوع الزيارات، لا الأهالي ولا الصليب الأحمر ولا المؤسسة الدولية تستطيع أن تزور سجون الاحتلال وأن تعرف ماذا يحدث هناك. كل ما عرف حتى اللحظة تقريبا بالضفة الغربية نحو 21 شهيد ارتقوا في 6 شهور ماتوا ضربا، عدا عن العشرات مما يقال من المعتقلين في قطاع غزة ممن لا يعرف عنهم شيء، وهنالك يبدو أرقام مخيفة في هذا الجانب عدا عن الاستيطان. ما يحدث بالضبط هو تجسيد للحلم للحركة الصهيونية، أحلام وأوهام الحركة الصهيونية تتمثل في الضفة الغربية، ليست حتى في تل أبيب أو في نتانيا أو في أي مكان، الحلم هو في الضفة الغربية، ما يسمونه بأرض الميعاد، يهودا والسامرة، وكل هذه الأسماء وفق الأوهام والأحلام التوراتية، وبالتالي يعتقدون أن إمكانية الحسم وليس إدارة الصراع أصبحت جائزة الآن في هذا الهجوم الكبير لجيش الاحتلال في ظل حالة من بصراحة من الصمت على المستوى الإقليمي والعالمي أيضا. العالم نعم هنالك حراك في على مستوى الشارع، ولكن على مستوى صنع القرار لا يوجد هنالك حراك دولي يوقف هذا الاحتلال ويوقف الإبادة الجماعية. المشروع له علاقة بتقاطع واضح ما بين مشروع سموتريتش الذي يعني كتب في أكثر من مناسبة بأنه ليس اليأس من يدفع الفلسطينيين للقتال أو للتمسك بفلسطين، بل الأمل هو من يدفعهم للتمسك وللقتال، وبالتالي السلطة الوطنية الفلسطينية ككيانية وكهوية وطنية فلسطينية أعطت الفلسطينيين أمل بإمكانية قيام دولة فلسطينية، فيجب وأد هذا الأمل، يجب هدم السلطة الوطنية الفلسطينية، يجب أن نوصل الفلسطينيين إلى مرحلة من اليأس من أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية. وهو يطرح سموتريتش في أفكاره خيارات محدودة ذات علاقة إما بأن تعيش كالعبد في دولة ما تسمى بإسرائيل، أو أن تهاجر إما يعني طوعا وإما إكراها من هذا المكان. وبرنامج حزب الليكود التاريخي أيضا يعتمد على ترانسفير، أي الترحيل إلى الأردن كوطن بديل للفلسطينيين. هنالك تقاطع ما بين سموتريتش وما بين نتنياهو بهذه الأفكار، وبالتالي هنالك صعود كبير لما يسمى بالصهيونية الدينية على أنها فعلا حالة داعشية. إسرائيل تحاول أن تسوق نفسها بالعالم على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، يعني ولكن الحقيقة هي الدولة الثيوقراطية، الدولة الدينية، الدولة الداعشية، هذه هي حقيقة ما يعني يحدث اليوم لهذا الكيان. نعم أستاذ محمد، ودلالات زيارة يوسف جالانت إلى الولايات المتحدة وأيضا تصريحات البيت الأبيض بحسب موقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تتطلع إلى مشاورات بناءة مع يوسف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، هل هناك يعني مزيد من المشاورات التي لربما يعني تؤدي إلى إحلال يوسف جالانت مكان نتنياهو، أو أن يكون هو البديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان على الدوام على خلاف مع البيت الأبيض؟ نعم، أعتقد جالانت ذو شخصية يعني انتهازية في مسيرته السياسية، هو تقلب من حزب إلى حزب إلى أن وصل بالنهاية على يمين بيبي نتنياهو في الليكود، وباعتقادي أنه شخصية مرشحة للقفز من القارب الذي يقوده نتنياهو، ولكن التوقيت في هذا الجانب يعود إلى المخاضات على الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك داخل مجتمع الاحتلال. ولا أعتقد أنه جالانت يعني شخصية مؤهلة لأن يكون بديل على رأس الهرم القادم، ولكن انشقاقه عن نتنياهو وخروجه بالتأكيد سيسرع بغرق سفينة نتنياهو، هذا يعني ما هو منظور بهذا الاتجاه، وإمكانية تحالفه بجانب جانتس وبجانب لبيد قد يكون هنالك أثر كبير إلى ذلك لنهاية الحقبة السياسية لنتنياهو. نعم، أشكرك كل الشكر الأستاذ محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح على كل هذه التفاصيل.